افتتح هذا المركز من أجل معرفة الجينولوجيا، هي علم المرأة. طبعا هي لا تخص فقط المرأة، هي تخص المرأة والرجل والطفل والمسن، وهي هي علم للمرأة، أيضا هي علم حياة تشاركية وعلم الحياة والمجتمع، وكذلك هي علوم اجتماعية جاءت لتصحيح العلم الوضعي الذي طرح فيما سبق. فجاء هذا العلم لإظهار حقيقة وجوهر ومعرفة ذات المرأة، أيضا كذلك لمعرفة ارتباط المرأة بالطبيعة وارتباط المرأة بالرجل وارتباط المرأة بالمجتمع من جديد. طبعا هدفنا من هذا العلم هو نشره من أجل يكون للمرأة حقيقة، يكون للمرأة جوهر، يكون للمرأة معرفة ذاتها، ابتداء يعني بالرجوع إلى جذورنا التاريخية في المجتمع الطبيعي، مثل ما أكد عليه القائد عبد الله أوجلان عندما شبه هذا المجتمع بالحلزون. فمن هنا انطلقنا لمعرفة علم المرأة من بداية الجذور التاريخية، من بداية المجتمع الطبيعي، كيف المرأة مرت بالمجتمع الطبيعي حيث كانت الآلهة وكانت هي المبدعة. الرجوع إلى المجتمع الطبيعي، ستعرف المرأة من هي عندما كانت آلهة وكانت المبدعة وكانت المكتشفة وكانت الطبيبة والباحثة. أيضا من خلال الطبقات التي مرت بها المرحلة، كالطبقة الإقطاعية والبرجوازية والمراحل كالسومرية. من هنا جاء هذا العلم، طبعا طرحه القائد عبد الله أوجلان لإظهار طبعا مثل ما قلنا حقيقة المرأة. طبعا افتتح بأكثر من منطقة هذا العلم. طبعا هذا المركز افتتح في 26/10/2020. الهدف والغاية من فتحه لإحياء حقيقة المرأة، لمعرفة تاريخها المخفي، كذلك للوقوف للعنف ضد المرأة، للوقوف ضد الانتحار، للوقوف ضد زواج القاصرات وتعدد الزوجات. بداية قمنا بإعطاء دروس كمدني وعسكري، طبعا من خلال تدريبات نخضع لها. بعد ما أخذنا هذه التدريبات وخضعنا لها، مكننا أنفسنا من هذه التدريبات اللي أخذناها، فصرنا نعطي الدروس على شكل محاضرات تمكين للرفيقات. طبعا رفيقة تعلم رفيقة اللي وراها، من بعدها صرنا نعطي الدروس، صار التنسيق بيننا وبين المؤسسات والمراكز، فصرنا نعطي كأكاديميات مدنية وعسكرية هذا الدرس من أجل معرفة ما هي الجينولوجيا. أقول أنه الحرب، وخصوصا الحرب الخاصة التي قمعت المرأة، يعني مثل ما نقول هي حرب باردة على المرأة، هي حرب مخفية. لكن المرأة، أي مرأة إن كانت، إن خرطت بهذا العلم راح تعرف إيش مساوئ هذه الحرب، راح تعرف انه الهدف من هاي الحرب ايش هي، حتى تكون تعرف ايش هي ذاتها، حتى تحرر نفسها من السلطه اللي قمعتها، من العادات والتقاليد الباليه التي فرضت عليها، كزواج قاصرات، تعدد زوجات، كذلك حتى ادت للانتحار، ادت لكثير من هاي الظواهر السيئه للمراه. نعم، نحن كمركز جينولوجيا في الطبقه، هو كعملنا هو تحرير فكر الرفيقات، من بعدها فرز هذه الرفيقات للمؤسسات والمراكز. الهدف من هاي النقطة معرفة علم الجينولوجيا حتى ينتشر بكافة المنطقة. فاللي قوى هذا المركز هي الدراسات والأبحاث. فأي مشكلة تصير خصوصا بالمجتمع، يعني نحن قريبين من المجتمع، أي مشكلة تصير بالمجتمع نحن لازم نبحث فيها، نعرف إيش جوانبها الإيجابية والسلبية، إيش الهدف منها، إيش الخطوات كعينات كمكانية زمانية من بعد حلول هاي المشكلة اللي صارت. حتى إذا ما كانت مشكلة، يعني طرح أي موضوع يكون إيجابي للمجتمع خصوصا للمرأة، طبعا بده يكون يخص المرأة. يعني سوينا الرئاسة المشتركة خاصة المرأة والرجل، كذلك سوينا الحياة التشاركية، سوينا الأخلاق والجمال، طبعا كتاب مستقبل ثورة المرأة وأساسها التاريخي، طبعا انطبع انتشر في الطبقة والرقة ومنبج كافة المراكز. فمن هاي خلال هاي الكتب المرأة إذا ترجع لذاتها وحقيقتها وتعرف هاي الكتب وتقرأها، راح تعرف إنه هي كواقع موجودة. كمراكز أبحاثنا تجي بشكل عام لكل المراكز، 7 أو 8 مراكز بإقليم الجزيرة وإقليم الفرات. فكل مركز أو مركزين يتعاونون على هذا البحث، بالأخير يطلع للبحث العام. البحث العام هو اللي دقق هاي البحوث وتنطبع على شكل كتب، والكتب تتوزع.